السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بنتي. الله يطول عمرك. مرفع وشرك. بارك الله فيك. الله يرحم بك الوالدة. اللهم أمين يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات. فرحانة اليوم ليش بدي الخط نجم مرات الصوت بيك مش نسي الخط. الله يطول عمرك يا بنتي مرحبا. صافي الله فيك عنك وريزان. الله يرحميك الوالدين تاع العيا مريضة. والله يزيد ليا الوليدات واحد البنت تبات تصوت مسكينة تدعك واحد الوليد. خرجنا من القاعدة دابا شي في السنين هذي ما بغا يخدم حتى حاجة ما بغاش يسر ليه. لا إله إلا الله. ودعي معاه بالصلاة الله يهديه. يا ربي يا رب. ودعي ليا مع البنية الله يعطيه يخليك عنك وريزان. ودعي مع الوالد الله يشافيه. يا رحمن يا رحيم يا رب يا رب. لالا رشيدة الله يطول عمرك. لالا احنا لالا رشيدة مقبلين في هذه الايام المعظمة على موسم الخير والبركات. هذا الموسم العشر الاواخر من رمضان يقال بان رمضان قد ذهب وما بقي هو من ذهب. هذه الايام هي من ذهب. هذه العشر الاواخر الله سبحانه وتعالى يقضي فيها كل خير. فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا. الله تعالى كيعاود يكتب الاقدار ديال العباد. اقدار العباد كتبت منذ 50,000 سنة قبل خلق السماوات والارض. اقدار العباد كتبت قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. فكان أول ما خلق الله القلم قلم القدرة قبل خلق السماوات والأرض. قال يا قلم أكتب. قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد. لكن في ليلة القدر الله عز وجل يكتب القدر الخاص، ذاك اسمه القدر العام. أما في ليلة القدر ربنا يكتب القدر الخاص الدقيق لكل إنسان. يكتب له الأجل الحياة والموت، يكتب له الرزق العطاء والمنع، يكتب له السعد، يكتب له العز أو الذل، يكتب له كل شيء خيرا أو شرا في هذه الليلة. لهذا ربنا سبحانه وتعالى يطلب منا أن نكثر من الدعاء في هذه الأيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحن مطالبين أن نكثر من الدعاء في هذه الأيام سبل التغيير والإصلاح. عبر التاريخ هناك حركات إصلاحية وحركات ثورية وحركات تريد التغيير، كل يستعمل الأسلوب الأمثل بالنسبة إليه. طرق التغيير وطرق الإصلاح وطرق التجديد كثيرة ومتعددة وقد تكون طويلة ومتعبة، لكن الله عز وجل ألهمنا طريقا للتغيير والتجديد والإصلاح في توانيه، وهو متعلق بأنك لا تعتمد على الأسباب والمسببات الواقعية وإنما تلجأ إلى صاحب الأمر، إلى مالك الملك، إلى من بيده الأمر كله. تقول يا رب إني قد تعبت، يا رب إني قد شعرت بالتعب، تعبت وشعرت بالعياء الشديد وبالمرض والفقر، يا ربي خذ بيدي، يا ربي خذ بيدي. الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بأن يكتبوا لك قدرا جديدا على مستوى العمر. ربنا يقول مدوا لعبدي ولأمتي في العمر، رغم الأمراض والأسقام ربك يعطيك طول العمر. ويقول الله عز وجل ارفعوا عن عبدي وعن أمتي الأمراض والأسقام، ويقول لملائكته افتحوا لهم أبواب الرزق الحلال، ويقول افتحوا لهم أبواب السعد الحلال. كل ما يتمناه العبد المؤمن
والذي يحتاج إلى أسباب ومسببات وإلى جهود ومثابرة وتنسيق واستشارات وخبرات ومهارات، كل هذا لا نكاد نحتاج إليه. نحتاج فقط إلى قلب طاهر ونفس منكسرة متدللة بين يدي مولاها، ونقول يا رب اعطني فإني فقير إليك، وربنا يعطي لكل منا سؤله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل للجميع بالفرج. وأختنا للا رشيدة يا رب شافها وعافها، واصلح أولادها وبناتها، وأنبتهم نبتا حسنا، وارزقهم رزقا كريما، وكلهم وليا ونصيرا يا رب. وكل عبادك المؤمنين حقق لهم الرجاء. يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى. يا رب في هذه الليالي العظيمة المباركة اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. يا رب إنك تعلم ذنوبنا جميعا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم. اللهم عجل للفرج للجميع، اللهم عجل للفرج للجميع. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم.